احكي لكم القصه اللي انا عملتها. واحد عادي بيشاور على دماغه وكان بيفكر عادي جدا، وقال لما يجيب كوره. بعد ما جاب الكوره راح عمل حركه سينمائيه واختفى. بعد ما اختفى بقى السلام عليكم، ورجعنا لكم فيديو جديد اجمد من الجمدان كالعاده. بس لا، فيديو النهارده هيكون اجمد من الجمدان. مش عارف اقول عليه تجربه ولا اختراع. ان فكره فيديو النهارده ان احنا هنصنع فيديو من لا فيديو اصلا، يعني من غير موبايل، من غير تلفزيون، من غير كمبيوتر، من غير اي حاجه، من غير ما تتعلم اي حاجه اصلا. طب يلا اقفل الفيديو بقى وروح. لا يا عم ستوب. المهم ان فكره فيديو النهارده ان انا هحاول، مش هحاول، ان انا هجرب اصنع فيديو من لا فيديو، فيديو من الورق بس، او فيديو على الورق بس، او بمعنى اصح عشان ما اكونش ضحكت عليك في صوره الساب نيل، ان انا هحول مثلا ورق او كتاب الى فيلم. اه احنا بنتكلم اللغه العربيه الفصحى. بس كده، هي دي فكره الفيديو. قبل ما نخش الفيديو ما تنساش توصل الفيديو دوت اكبر حاجه. النهارده عيد ميلاد ياسين صاحبي، كنت عايز اقول لك الوقت بيجري، ركز على علمك واعمل خطه للوصول ليه. واخر كلمه ممكن اقولها لك، ما تنساش تفعل زر الجرس، سبسكرايب، كومنت، وتشترك في القناه، عشان انت لو فعلت زر الجرس مش هيوصل لك فيديوهات ولا يوصل لي مشاهدات، ليه كده كده ما بتوصلش. وانا انتقل الى الفيديو. في البدايه اصلا زمان زمان زمان، عشان كنت تنشئ فيديو فلازم يكون معاك كاميرا بتصور صوره. انت لو جبت مثلا صوره ليا وانا عامل كده اهو، وصوره ثانيه وانا عامل كده اهو، وجيت في المونتاج حطيت الصورتين ورا بعض وقعدت تكررهم مثلا بسرعه، هتلاقي ان انا بتحرك اصلا. فبس كده، هي دي فكره الفيديو. زمان بقى كانوا بيجيبوا الكاميرا اللي فيها شريط، ديت كانت بتاخد كذا صوره ورا بعض، فبالتالي يتكون عندنا الفيديو مثلا صوره وانا كده، صوره وانا كده، صوره وانا كده، صوره وانا كده. تيجي بقى تحركهم يبقوا كده على طول، وعلى حسب بقى سرعه اللف بتاعه الكاميرا. زمان كانت الكاميرات كان بيبقى فيها بكره كده بتقعد تلفها، وكل ما تلفها اسرع كل ما تاخد سلاسه اكتر. يعني مثلا عندنا في كاميرا موبايلك، افتحها دلوقتي شوف، هتلاقي مثلا عندنا التصوير ممكن تصور 30 فريم، 24 فريم، لو موبايلك حديث يبقى 60 فريم. فهتشوف مثلا الفيديو دوت انا مصوره 30 فريم، بص بقى بتحرك وبتشقلب ازاي، ولكن الفيديو دوت 60 فريم، فهتلاقي ان انا مهما بتحرك مش هتحس ان في نغوشه كده، تحس ان انت ايه، سلسه كانك شايف على الطبيعه. زي فيديوهات الابيض واسود زمان، كنت تلاقي مثلا ان هي تحس ان ده مش فيديو، ده تحس ان هي فيديو على ورقه بهتانه كده، تلاقي ان الشريط قديم شويه، او الشريط بعد ما يتحرق بقى ممكن حته تولع من هنا ولا من هنا. ده موضوع كبير ملناش دعوه بيه. بس نيجي للجزء المهم، ما اقتنعتنيش برضو انت ازاي هتصنع فيديو من لا فيديو او فيلم نتفليكس، عشان ما نكونش ضحكت عليكم للمره الثانيه صوره صابنيل. بالظبط كده، احنا هنجيب زي ورقه كبيره ونقسمها لورق صغير، ونرسم عليهم رسمه او ما شابه يعني. والرسمه ديت هنبتدي نرسمها صفحه ورا صفحه، تكون بتتحرك سنه سنه. الرسمه دي هتكون انا. اه ايوه بالظبط. وحرفيا ان انت ترسم رسمه واحده بس، فده هيكلفك وقت كتير جدا، فان انت بقى ترسم مثلا 30 40 60 ورقه عشان تطلع كام ثانيه. احنا هنعمل لقطه مثلا نقول 20 ثانيه. اه هنجيب كذا ورقه ونحطهم على بعض، ونرسم مثلا في كل صوره نفس الرسمه بس فيها اختلاف مثلا متحرك سنه. بعد ما نجمعهم ونفر في الورق كله، كانك فاتح كتاب وبتفر فيه. حلوه كلمه بتفر دي، هيطلع لك البشمهندس عمر بيتحرك. حلوه فكره الفيديو، مش هنطول كتير بقى. وطبعا قبل ما نجيب الالوات ونشتغل دلوقتي، ما تنساش تبعت الفيديو دوت لكل اصحابك، هتلاقي زر السهم اللي هو بتاع المشاركه دوت. ايوه انت حافظه اكيد، هتدوس عليه وتدوس على الواتس. انا بقري كتير ليه؟ ما انا عارف انك مش هتدوس مشاركه. طب ليه ابني خش على فكره الفيديو؟ صدقت ولا ايه؟ انزل يا عم دوس مشاركه. عندنا اشهر سكتش اللي احنا استخدمناه 3000 مليون 500 مره، هو خلص اصلا على الفيديوهات. المفروض هناخد صفحه كبيره، لان الصفحه ديت كبيره جدا، بس انت بس ايه، عشان انا ضخم فباينه الصفحه صغننه مش قوي يعني، بس ما زالت كبيره يعني. هو المفروض بقى لسه هنقصقصها بقى مربعات صغيره صغيره صغيره، ونجيب القلم ونقعد نرسم. فانا اختصرت كل الوقت دوت، وجبت الورق قطعته ونظمته بالشكل ده. طبعا هنرسم رسومات كتيره جدا، ونبتدي نفر كده، تلاقي الرسمه بتتحرك بقى، فنان فنان. المهم طبعا جهزت الورقه بتاع حوالي، هو رقم يعني ما بين ال 20 ورقه لل 60 ورقه، مش عايز بقى ايه احط رقم تفصيلي، بس ده رقم كبير جدا. طبعا الحاجات الاساسيه اللي عايزها تكون في الصوره اللي هو انا، مش لازم تفاصيل كتيره، بس احنا هنخلي الجاكيت والهودي والستاره والمرايه والصباره كده، مش هنخلص. خلي بالك الصباره ديت تدل على الصبر وتدل على قوه التحمل، مش موضوعنا ده، مش موضوعنا. فنبتدي في الرسم قبل ما الوقت يفوت. في البدايه كنت مفكر الموضوع سهل، خصوصا ان في اول رسمه بسرعه يعني تعبت فيها سنه بسيطه، مع ان اول رسمه ديت اصلا مش هتظهر غير ان انا هفر الورق بسرعه جدا، بعدين مع بقيه الورق اللي معدي ال 40 ورقه، فانا تعبت جدا. فكان عندي اقتراح بسيط ان انا هخلي الشخصيه مجرد عن دايره وعيون وبق بس والجسم. وعشان اضيف تفاصيل حلوه، فانا اضطريت ان انا احط الصباره اللي ورايا بالمرايه بس، يعني انا الشخصيه بالصباره والمرايه اللي ورايا بس. وبصراحه يعني ما كانش عندي فكره مجهز ليها، فاضطريت اهبد يعني، ما كنتش عارف اعمل ايه بالشخصيه. فجت لي فكره حلوه سهله، ان انا اخلي الشخصيه تمد ايدها وتخرج بره الكادر تجيب كوره وترجع تاني. بعد ما تجيب الكوره بقى تروح مختفيه حركه سينمائيه زي اللي احنا عملناها في الفيديو بتاع تحدي الكوره. وايدي وجعتني من كتر الكتابه، بس النهايه كانت تستاهل. وجاء
كده نكون وصلنا لاهم نقطه في الفيديو اللي هي نقطه الفيديو خلص. لا مش نهايه الفيديو دوت، لا الفيديو دوت خلص، وطبعا انتوا عايزين تشوفوا النتيجه، بس لا مش هوريكم النتيجه غير لما تشاركوا الفيديو. انتوا شاركتوا، انا بقول للي ما شاركوش الفيديو واللي ورا الكاميرا دول، ايه هتعملوا نفسكم من الجيزه؟ مش كانت من بنها ولا ايه؟ طبعا انتوا متحمسين تشوفوا النتيجه، ويحكي لكم القصه اللي انا عملتها. واحد عادي بيشاور على دماغه وكان بيفكر عادي جدا، وقال لما يجيب كوره، بعد ما جاب الكوره راح عمل حركه سينمائيه واختفى. بعد ما اختفى بقى راح رجع تاني بس برجله بس، وراحت نزلت له الكوره، راح شاطها وداها ليبيا وتحولت اختفت بقت نجمة. فكره جايه من الخيال على هنا على طول، ولا جايه من الخيال ولا حاجه، ده كان فيديو اصلا انا كنت عامله، والشخصيه طلعت تعبانه شويتين زي ما انتوا شايفين، بس بجد جامده جدا. والفيديو دوت من اجمل الفيديوهات اللي على القناه. انا كده انا تعبت فيه بقى لي يجي داخل اهو في 200 ساعه بس عشان اعمل صور، فده تعبني جدا جدا جدا. فعشان كده بقول لك شير الفيديو او شير الفيديو او دوس مشاركه للفيديو، وبينا نشوف النتيجه. وطبعا عشان اوريكم النتيجه فانا هضطر اصور بكاميرتي 60 فريم، ببطئ براحتي بقى وسلو موشن والكلام ده كله، فانا هضطر اصور سلو موشن بالكاميرا بتاعتي اللي هو هتكون ماتت اصلا، بس هنوريكم النتيجه تحت. طبعا نشيل الاستك دوت بحيث انها تكون كلها على محور واحد، نجيب الجاستك نديها واحده ونديها الثانيه ونديها الثالثه كمان، ويلا بينا. 1 2 3 نعيد تاني نعيد تاني. في ورق بيتاكل، يعني في لقطات تانية مش عارف بتتاكل ليه. استنى احاول اظبط الورق اكتر عشان بيجي عند الحتة بتاعت الكرة كده وبلاقي الورق اتاكل، خدت 15 ورقة مع بعض مرة واحدة ولا حاجة. اخر جزء طبعا مش محتاج اقول لكم ان التجربه ديت اجمد من الجمدان، طبعا لازم تجربوها حتى يعني من غير ما تقصوا ورق كتير وتكلفوا كل حاجه. هتيجوا عند اي كشكول او كتاب كبير وهتلاقوا تحت خالص كده اللي هو الارقام، ممكن ترسموا رسمه صغيره رسمه صغيره، ولما تيجوا تقلبوا هتلاقوا الرسمه بتتحرك عادي، بس تكون هي نفس الرسمه بس بتتحرك فيها تفاصيل صغيره، مثلا الايد مع ملامح العين. وحرفيا كان فيديو اجمد من الجمدان. لا وكمان انا فدتك بمعلومه ما حدش هيقولها لك، فانت كمان فدني بمعلومه ما حدش هيقولها لي، ودوس لايك. ما مش عايز معلومه، دوس لايك وبس كده. لو عايزين فيديوهات من ديت كتير ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتشاركوا الفيديو دوت لكل اصحابك، عشان اصلا لو مفيش مشاهدات فمش هتلاقوا فيديوهات اصلا. وكنت من الفيديو وجو باي. اختر فيديو 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 اختر فيديو. ايه يا عم احنا هنتحايل عليك.